نبدأ بقى حلقتنا. أول حاجة عايز أقولها في الحلقة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم على التشجيع والدعم والمساندة والمظاهرة الحضارية والمظهر الحضاري اللي ظهر امبارح بصراحة في مدرجات استاد القاهرة رغم عدم التوفيق في الصعود لنهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. جمهور الأهلي كالعادة بيضرب المثل وبيضرب بيه المثل في الانتماء والمساندة والدعم لفريقه بكل احترام وبكل قوة، وطبقوا كلامهم فعلياً على الحلوة والمرة معاه. يمكن امبارح عملنا كل حاجة في الكورة وصلنا للمرمى سان داونز، يعني طول المباراه تقريبا العارضه شالت كور وبيرسي تاو ضرب الجزاء وضاعت ضرب الجزاء، حتى رضا سليم بمجرد ما نزل تعرض الاصابه، يعني ما كانش فيه توفيق امبارح. لكن في كلمتين لازم اقولهم، هو ليه في بعض الناس في الاستوديوهات ما صدقت وبتهاجم مارسيل كولر؟ يا جماعه ما الكوره زي ما فيها مكسب وفيها بطولات فيها تعادل وفيها خساره وفيها عدم توفيق، ومش لازم نكون وحشين عشان نخسر بالمناسبه، يعني بالعكس ممكن تبقى كويس وعملت كل حاجه وتخسر، وهي دي الكوره. ومش معقول المدربين ما لهمش اي انجازات هم اللي بيطلعوا يهاجموا مارسيل كولر، كلام غير منطقي بالمره. لكن زي ما اتعلمنا في النادي الاهلي صفحه واتقفلت، والتركيز دلوقتي على مباريات الدوري، وحسب الجدول المفروض الاهلي هيلعب المقاولين العرب اول مباراه بعد يومين، والمباراه دي مش سهله لان المقاولين العرب ما حققش ولا فوز لحد دلوقتي، عنده نقطتين بس في الدوري، واكيد هيكون عنده شراسه كبيره علشان يثبت ذاته ويحقق نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي. لكن الأهلي هو حامل لقب الدوري الممتاز وأكيد هيدافع عن اللقب، ولازم بإذن الله نعمل مباراة كبيرة ونستعيد الانتصارات سريعا. يعني ماتش سان داونز ماتش صفحة واتقفلت، خلاص احنا عندنا دلوقتي 5 بطولات في بقية الموسم، عندنا اللي نقدمه للموسم، لسه احنا ما فاتش من الموسم كتير. البطولة دي كانت عبارة عن 4 ماتشات ما حلفناش الحظ فيهم، خلاص اتقفلت الموضوع، اتقفل تماما. وجمهور النادي الاهلي امبارح مظهر يعني كعاده جمهور النادي الاهلي مشرف ويليق باسم وقيمه النادي الاهلي. احنا عملنا كل حاجه في الكوره لكن خلاص مفيش نصيب. نركز في اللي جاي. جمهور النادي الاهلي هو اللي هيدعم، جمهور النادي الاهلي هيدعم النادي الاهلي بكل قوه في المباريات اللي جايه. جمهور النادي الاهلي هو اللي في ظهر فرقته مهما حصل. الموسم اللي فات حققنا العلامه الكامله وتاهلنا لكاس العالم للانديه، وكل اللي كان مطلوب من مستر مارسيل كولر نفذه وخد كل البطولات اللي شارك فيها. الموسم ده بداية صعبة شوية لكن احنا مستمرين، والنادي الاهلي معودنا ان احنا بنطلع من اي كبوة بناكل كل البطولات اللي بعد كده، ده اسلوب النادي الاهلي بالمناسبة. يعني مهما حصل بيفضل اسم النادي الاهلي اكبر من اي شيء، وبيفضل النادي الاهلي بشخصيته وباسلوبه وبروح الفانلة الحمراء يقدر يواصل ويكسب كل البطولات اللي جاية عادي جدا جدا جدا. تعالوا يعني لو هنتكلم عن اي ماتش في البطوله دي هنقول ان الاهلي كان في سوء توفيق او سوء حظ، يعني مفيش توفيق وفي سوء حظ. لكن احنا اللعيبه السكواد امبارح كل حاجه في الكوره ممكن تكون، يعني مش عايز اقول ان ممكن اي حاجه تحصل في الكوره حصلت امبارح. ضربه جزاء مفيش توفيق، عادي هي اسمها ضربه حظ. كور في العارضه. اللعيبه كلها بتهاجم. اي حاجه ممكن تقولها في كره القدم اتعملت امبارح. خلاص ماتش اتقفل، صفحه اتقفلت، بطوله اتقفلت، خلاص ملناش نصيب نوصل فاينل او نبقى مشاركين في فاينل اول سوبر افريقي. لكن خلاص احنا تركزنا دلوقتي على الدوري، عندنا ماتش المقاولين اللي جاي اهو، تركزنا على دوري ابطال افريقيا، تركزنا على كاس العالم للانديه، كل حاجه يعني هنقدر نعمل فيها احسن اداء، وكعادة النادي الاهلي عينينا على الفوز، بس عينينا بس على الفوز.